السلام عليكم خوتي متبعين، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. جيت اليوم بهذا الفيديو باش نبين لكم درجة الحرارة اللي كاينه في مدينة تولوز. كيف كتشوفوا معايا في الطابلو كاينه 30 درجة. هاد 30 درجة راه كاينه عندي في الدار، ولاحظوا معايا الساعة راه مع 10 وقسمين ديال الليل. كاينه 30 درجة، كتوصل بعض المرات 31 32، هادشي في الليل. اما في النهار راه كنلقى 35 36 37. هذه هي مدينة تولوز. انا وحدة منكم، وحدة بحالكم، مني بغيت نجي نسكن في مدينة تولوز ما عمري ما سولت على الجو، ما عمري ما سولت على الموقع، والله ما كنت كنعرف فين جيت. كنسول واش مدينة فيها الخدمة، واش مدينة فيها السكن. ولكن تصدمت اخوتي بالحاره اللي كاينه فيها، انها كتوقع في الجنوب، راها في الجنوب. كنعرفوا الجنوب سخون، ولكن ما تخيلتهاش بهذه الدرجه هذه، ما تخيلتهاش. سيرتو الله ينجينا وينجوكم، انا مريضه بالشقيقه، والناس ديال الشقيقه راه يعرفوني مزيان اش كنتكلم. الناس اللي فيهم الشقيقه راه ما كتوالهمش الحراره، ولكن ما عنديش الاختيار. ما يمكنش لي انا سكنت في مارس ودابا غادي نتحول في اوت. علاش؟ الجو جاني سخون، ماشي الجو جاني سخون، ربما انا ما حسنتش الاختيار. هذا هو اللي بغيت نوصل لكم في هذا الفيديو. انا ما اختاريتش، ما عرفش ان الطخوازيام ايطاج راه تيكون سخون بزاف، تا قالوها ليا الناس. قال ليا هنايا في تولوز اللي بغيت تسكني ما تسكنيش في ليطاج، سيرتو اللي بغيت تكون في العمارات ما تسكنيش. قال لي في ليطاج، من حد كي كتعلي والحراره كتكون سخونه، سيرتو المدينه جات في الجنوب وسخونه بزاف. اختاري بين السفلي وبين البروميير ايطاج، الا 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 كثرتي الدوزيام وديري ستوب، لان خوتي هادشي كنعانيه وما بغيتش واحد اخر حتى هو يعاني بحالي. كنوجه لكم غير النصيحه، انتوما لكم الاختيار، انا غير قلت لكم. ربما الانسان حتى لما كانش عنده كنقولوا اختيار، جاتو شي سكنه في واحد الطابق عالي، ومهم شهر 8. انا كنقول لكم اشنو كاين. نتمنى ان الرساله تكون واضحه. هنا غنحبس. غادي نجاوب واحد السيده في واحد الكومونتير، قالت لك انها كتسكن هنايا في فرنسا وراجلها لقى خدمه هنا في تولوز، ودابا المدرسة ما بقى ليها والو، ومازال ما لقاتش الساكن. اش غنقول لك اختي، جيتي في واحد الشهر اللي ربما كاع تبغي تكري غير في لوطيل، غيقول لك كومبلي. شهر 8 راه الطالب وما كيلقاش فيه الكرة، شي الطالب راه ما كيلقاش فين غادي يسكن. شهر 8 كنعرفوا شهر اللي فيه الحركه بزاف، وكاين الغلا من فوق هادشي كامل، كاين الغلا، الغلا فين ما مشيتي دابا في شهر 8. لهذا النصيحه اللي غنقول لك انا من عندي، انا ما مجرباهاش، وما عمري ما عرفت شي واحد طاح في هذا الموقف اللي انت كاينه فيه. ما عندي حتى شي مثال غادي نعطي لك، غير غادي نوجه لك واحد النصيحه في الراي ديالي انا. الا كان راجلك رسمي، الخدمه اللي لقاها هنا في تولوز لقاها رسميه، الا كان مرسم غادي يمشي لاميغي. وسيرتو الا كنتو عالمين هادوك الناس اللي في المدينه اللي نتوما كاينين فيها دابا، وبغيتو ترحلو وان ما بقى لكم والو على الدخول المدرسي وعندكم وليدات هنا، ماشي كنقول لك راه غادي يعطوكم، غيقول لكم سيروا ها ما تديو عندنا، لا، وهما غاديين يوجهوكم كثر مني انا، لان كنعرفو كاين مساعدات، وعياخدوا بعين الاعتبار الوليدات اللي غاديين يقراو في المدرسه. هذا هو الحل اللي غادي يجي من عندي انا. ربما واحد اخر عارف شي حاجه يخليها في الكومونتير ويجاوبك، ما فيها باس. حنا هنا غير كنعاودوا بعض، كنعاونوا بعضياتنا، والله يسهل على كل واحد في اللي بغى، لان صعيب الانسان ضروري يحط نفسه في واحد الموقف ديال واحد اخر. في المواقف اللي كيكونوا هكا صعابين، حتى المواقف الزوينه راها ما كنتسوقوش ليها،
ولكن ملي يكون الانسان في واحد الموقف بحال هكا، اللي عنده شي معلومه عافاكم يكتبها ليا في كومونتير، ولا كانت السيده كتبقى لي كومونتير حتى نتوما قول ليها اشنو دير. انا اللي عليا قلت لك تسيروا لاميري، لان الوقت ما بقاش عندكم المدرسه للوليدات. نتمنى اخوتي الفكره تاهي توصل، وبارطاجيو ليا هذا الفيديو، وما تنساونيش عافاكم من لي جيم، كتشوفوا الفيديو وكتنساو لي جيم. وكنشكركم بزاف على التتبع ديالكم، على الاهتمام ديالكم، كتاخذوا من وقتكم وتشوفوا القناه، راه ديجا شي حاجه كبيره بالنسبه لي انا. نلقاكم فيديو اخر، والسلام عليكم.